للتواصل أكثر عن تحليل السوق سأنت ترحيب بالضيف والأستاذ والصديق الدكتور أسعد جوهر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز. دكتور أسعد مرحبا، ويشرفنا وجودك معنا كضيف معنا اليوم. الله يحييك، أهلا مرحبتين. بداية، السوق الأسهم السعودية اليوم نتكلم على يعني وصل إلى مؤشر 9408 نقاط، رأيك في تداولات اليوم يعني مع الارتفاع 25 نقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشوف أي جديد في المؤشر، يحاول ويجاهد لا بل يصارع أن يعطي نوع من الأمل والتفاؤل بالإيجابية، لكن أنا لا أرى إيجابية للمؤشر لا على مستوى اليومي ولا على مستوى الأسبوعي ولا الشهري ولا حتى الربع السنوي. الأسباب عديدة جدا، يعني ربما لم أكن أتكلم عنها في السابق لابتعادي بشكل أو بآخر عن الإعلام، لكن للأسف يعني عندما نحلل سوق الأسهم السعودية أولا لابد أن نتناوله من 6 محاور مختلفة وكلها تدخل ضمن المحور الاقتصادي. أنا أتمنى أنه لو واحد رجل رشيد يسمع هذه النقطة. التحليل في أسواق ليس تحليل فني فقط، التحليل 6 أنواع من التحليل، لابد أن تضبط إيقاع الـ6 وإلا لا تفهم شيء في التحليل إطلاقا. فعندما نتكلم عن تحليل فني لابد أن نتكلم عن تحليل رياضي قياسي إحصائي، تحليل سلوكي نفسي للسوق. فلو أخذت واحد من الجوانب، إذا جيت لنقاط فنية أنا لا أرى أي نقاط إيجابية في التحليل في السوق فنيا، يميل إلى أن يكون مضاربي لأنه منطقة حيرة. خليني أتكلم فنيا ولو أني لا أحب الحديث فني. منطقة حيرة إلى أن يبلغ 9600 ويستقر فوقها، هذا شيء ثاني. طيب إذن هو في هذه النقاط في منطقة الحيرة اللي تصنع مين؟ تصنع المضارب اللحظي، ضارب الصباح على ساعة ونص ساعتين وخذ اللي يقسم الله لك واطلع. وهذه ليست صفة من صفات الأسواق الجيدة اللي يمكن أن تحترم نفسها عالميا، اللي هي قاعدة لا تنام وفي أسهم عندك جدا، أو قاعدة كل فطير وطير إذا حبيت تسميها زي كده. وهذه قواعد لا تخدم نتيجة طبيعية. شوف خلينا ألخصها لك بدون عواطف، نتيجة طبيعية. الأخطاء في 2006 كانت مبررة بالنسبة لي، اللي ما يعرفونها مين؟ أخطاء الجهات المشتركة في تأسيس وفي دعم السوق المالية السعودية أو سوق الأسهم السعودية. الأخطاء لا زال. أنا ما أبغى ألقي الخطأ على واحد متعمد وأقول متعمد، لا ليس متعمد، لكن لا يستطيعون القراءة الصحيحة. حسن النية إذا كانت أدت إلى أخطاء، هذه كأنه تعمد، أيضا كأنه تعمد. سوق ضعيف، سوق الشفافية اللي فيه شفافية ليست مدعومة إطلاقا بمعلومات وبيانات اقتصادية تجعل المستثمر يطمئن. هذا دور مين؟ هذه دور كل الجهات الملقية في السوق، ابتداء من الصانع الأساسي، صانع السوق الأساسي. تكلم عن الإخوان، الحمد لله الآن عرفوا أنه في صانع سوق. في 2006 كانوا يكذبون هذه النقاط. يعني الصانع جالس يتصرف بأسلوب ليس في منطق اقتصادي إطلاقا. إحنا فوتنا 7 سنوات من عمر دورتنا الاقتصادية. دورتنا الاقتصادية الحقيقية باقتصاد، أنا ما أتكلم عن السوق، أتكلم عن اقتصاد. دورتنا الاقتصادية الحقيقية بدأت من 2004 تقريبا، عندما تحسنت أوضاع السوق النقدية وبلغنا أوج هذه الدورة الاقتصادية البحتة في عام 2008 عندما وصلت أسعار النفط 148 دولار، وعندما خفضنا أيضا الدين العام للميزان طبعا، وعندما أصبح الفوائض المالية ولله الحمد للمملكة لا تجد لها مكانا في العالم إلا إذا شلت لك حجر تلقى فيه فوائض مالية سعودية. لم نستغل لها، لم نستغل طوال سنين. الآن عندما بدأنا بالانحدار في الدورة الاقتصادية، لأن دخلنا في دورة اقتصادية يعني حيتتشكل ومدتها قد تكون من 7 إلى 8 سنوات، عندما دخلنا في انحدار هذه الدورة بدأنا نتكلم عن المستثمر الأجنبي، بدأنا نتكلم عن أشياء لم تكن في حس الاقتصاد الذي يملك موهبة الاقتصاد، لا تكون واقعية وليس لها أي شيء من المصداقية. طيب، أنت ما كان عندك 7 سنوات أليس من الأولى أنك تصلح السوق من ناحية الشركات،
أخرجنا شركات مثل المعجل وغيره، إحنا لا نطل في سوق الأسهم السعودية كله أعلام. ما أعرف إذا كان علي أن يلقي تحية على واحدة من الأعلام العمر والصفر والبرتقالية، وما ولن أستبعد يحطون علم أزرق وعلم أصفر وأسود ويحولون لنا إلى متاهات يعني. طيب دكتور معليش أنا بقاطعك لأن ما معنا وقت والمحاور كثيرة، ودي أنه أنت تثريها بإجاباتك. هل ما يعني ما يحدث الآن في السوق السعودي أنت تشوفه طبيعي؟ لأنه بعض المحللين يرون سوقنا كأنه يختلف عن أسواق العالم. السؤال هنا بكل تحديد، هل ما يحدث الآن في السوق السعودي سواء ارتفاع من 6000 إلى 9000 وبعد كذا من 9000 وصلنا إلى 11 ونزلنا من 11 بشكل مباشر إلى 9000 الآن مرة أخرى، هل نحن مثل بقية أسواق العالم أم نختلف؟ لا لا، احنا زرقية تسوق العالم ولا لنا مثال في العالم كله، حتى في المثال حتى في العالم اللي حوالينا ما عندنا مثال لسبب رئيسي. اولا السوق السعودي ليس له تاريخ حقيقي في البيانات والارقام. ارقام الاسواق العالميه عمرها 90 سنه و100 سنه تتكرر، هي كارشيف تتكرر فيه الدورات الاقتصاديه، تتطور فيه، تتشكل فيه النماذج الفنيه وتتكرر مره واثنين ثلاثه. احنا الان الصانع بدأ يرسم بعض النماذج الفنية، بدأ يرسم بعض النماذج. عشان كذا في 2008 هذا الكلام أنا قلت انتبهوا، الصعود كان في 2008 إلى 11000 تقريبا و850 بشركة واحدة اسمها سابك. فكان يرسم أشكال فنية ثم عاد من جديد إلى النقطة البداية وانطلق من جديد بعد أن توقف فترة طويلة أكثر من 4 سنوات عند نقاط محددة، ثم انطلق يرسم من جديد نقاط فنية. هي أنا أعتبرها دورتين اقتصاديتين متوسطة فقط. دكتور أنت تقول قاعد يرسم، معناته شخص واحد أو جهة واحدة؟ أنا بالشكل اللي أنت قاعد توصفه أنا ما أسمي رسم، أنا قاعد أقول هذا الشخص أو هذه الجهة قاعدة توهم المحللين الفنيين أنه تحليلهم ماشي فني، لكن في النهاية هي رغبة جهة أو شخص. نعم هي مو شخص، هي جهة وجهة حكومية. خلينا نحسم الموضوع هذا، انتهى الموضوع هذا. جهة حكومية وكلهم عارفين، مو ثلاثة جهات، جهة واحدة هي المهيمنة، الأب الروحي. أنا ما اليوم للأجنحة حقت الأب الروحي، أنا ليه في الأب الروحي هو المهيمن في السوق. يرسمها لعدة أشياء، يرسمها لأهداف اقتصادية محلية تتعلق بالدورات الاقتصادية المحلية لمعالجة التضخم أحيانا وامتصاص المعروض النقدي، يرسمها في آخر تفكيره علشان يعلم المحللين الفنيين كيف يجب أن تقرؤون الأسواق. ومع ذلك ما أجد إنه إخواني المحللين الفنيين اللي عزهم وأقدرهم لا زالوا يرتكبوا نفس الحماقات حقت 2006. الاستعجال في التحليل، عدم وجود معلومات اقتصادية وإحصائية تدعم هذا التحليل. فقط أصبحنا كل اللي نراه للأسف في الإعلام الاقتصادي الموجه من دبي ومن الرياض هي فقط محللين فنيين. شيل لابتوب وخذ لك دورة 7 أيام ويجلس هنا. أحيانا صارت 5 أيام الحين بعض الدورة. 5 أيام طيب شكرا لدورة. دكتور سعد ناخذ فاصل قصير جدا وبعدها نعود، خليك معنا أعزائي المستمعين لا تذهبوا بعيد. دكتور النفط نزل تحت حاجز $100 و$90 والأسبوع الحالي نزل وكسر حاجز $80 للبرميل، رغم أن العديد من الأسباب موجودة اللوجستية السياسية. لو سبب واحد فقط من هذه الأسباب كان موجود في السابق كان ارتفعت الأسعار، لا في عدة أسباب تدعو سبب واحد منها يرتفع سوق أسعار النفط، ولكن جميع هذه مجتمعة في وقت واحد لم تستطع أن ترفع أسعار النفط. يعني خلنا نقول تعددت الأسباب، ما نبقى والموت واحد، نقول تعددت الأسباب والنفط هابط. يعني هنا نتكلم ما السبب وتأثير هبوط النفط على الاقتصاد السعودي وعلى الميزانية السعودية والتضخم في المملكة السعودية. أسئلة كبيرة جدا، عشان ما أتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس اللي يسمعوني، أقول كلامي هذا اللي أقوله مختصر، فإذا لم تفهموا منه شيئا
سامحوني لأن بس لا ترمز دكتور، خليك صريح شفاف. انت تقول خليكم شفافين. انا اكلمك بصراحه، انا يعني صعب نطالب بالشفافيه دكتور وان نرمز. الشفافيه هذه هي تقول لا تجيبونا سعجار. ما حد قال لنا لا تجيبونا سعجار. لا 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 مو انتم، انتم لساعكم دوبكم تنمون، غيركم علمناه الرمايه فلما اشتد. يلا قول اللي عندك يا دكتور. قول. اقول اللي عندي مختصر كالتالي: انا مبسوط على انخفاض اسعار النفط، واتمنى ان تذهب الى 70 وتستقر عند 70 حتى مع كل ما يقال. والسبب كالتالي: اذا لم يكن لديك بنى ومشاريع واضحه مستقبليه تستثمر لك دولار النفط وتاتيك بدل الدولار ب $100، من الاولى لك ان تعود الى قواعدك سالما. فنحن ليس لدينا مثل هذه الرؤى اطلاقا. كل ما حاولنا في اتجاه أن نصلحه وجدنا أن هذا الاتجاه عفس علينا ورجع وتعثر وتكسر وتبهدل إلين ما مات، فيما عدا بعض المشاريع. لم نستطع أن نضع الرؤى الجميلة جدا اللي وضعتها القيادة لنا لكي ننمو في البلد إطلاقا. فبالتالي $60 تخلي عقلك يشتغل. إحنا الآن تعلمنا، حسسك أنك في خطر جدا. ابنك في البيت لما تخلي، أنا عندي طلابي في الجامعة لما نقول لهم معاكم اختبارين يعملوا أفضل من اختبار واحد. ابنك في البيت لما تيجي تقول له سوي زي كذا بالأمر يعمل معاك أفضل من لما تقدم له حلاوة ولا حلاوة. معناته أنه أنت قاعد تسود أيام عيشة طلابك والوالد قاعد يسود عيشة عيشة ابنه والنفط قاعد يسود عيشتنا برضه في $60. لا 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 أنا أقول لك على نقطة معينة. امتلأت خزائن البنوك المحلية بأموال وورق لا تجد له أي طريق للاستثمار إلا الاستهلاك. أكثر من 80% من القروض البنكية البسيطة هي الاستهلاك، شراء سيارة وشراء ما نعرفه، لا بل السفر إلى دبي. ما نعرف نستثمر يا دكتور، ما نعرف نستثمر، وما في قنوات استثمار. يعني دكتور معي، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أيضا تكلم على مشكلة يعني الدكتور معي. ايوه معاك انا. اي معلش انقطع الخط. اقول لك ما عندنا قنوات استثماريه، ما نعرف نستثمر. خلينا نكون صريحين. لا 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 خليني اعطيك الفكره. ليش الفكره عن اسعار النفط افضل؟ اسعار النفط عندما توصل 60 70 دولار حتبدا تشتغل عندك الجهات المسؤوله في اصدار ما يسمى بالصكوك، وهذا حيؤسس لاسواق جميله جدا اسمها، ما بس اقول سندات، اسمها اسواق صكوك. هذا حيقلل نسب الفساد اللي استشرت في اركان الاقتصاد يعني شيء غير طبيعي. فساد لم يكن له يعني وجود قبل 15 سنه بهذا الحجم اللي استشرى بشكل كبير جدا. استهتار بالمال العام بشكل كبير جدا، هذه كلها تسربات. برميل النفط اللي تستخرجه فيصل من الارض لن يعود مكانه. النفط ليس مطر تروح تستسقي وينزل من السماء، النفط هبة الله سبحانه وتعالى لنا. برميل النفط المفروض يكون عندنا اغلى كثير من اي شيء في الحياه، لانه مستقبل ابنائنا. الى الان 90% من موارد الميزانيه هي نفط. صحيح. نحن لم نستثمر أي شيء. أنا ما أتكلم بعواطف، رميت العواطف زمان وأنت تعرف هذا الكلام. صحيح. أنا أتكلم لأن الصورة التي أراها صورة من أعلى، أرى نسب بطالة تزداد في الوقت اللي يكون عندنا أموال غير طبيعية. لم ننشئ مصنع واحد منتج من 7 سنوات، أنشأنا كيان. هل سمعت عن كيان أنها أنتجت؟ نتيجة أخطاء فنية في الشركة، نتيجة أخطاء فنية في التأسيس، نتيجة أخطاء فنية في مجالس الإدارات اللي تؤسس عليها الشركات. ومع ذلك ما تتغير الإدارة. لا 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 لا، هو معروف إحنا عندنا واحد نموذج نجح في المكان هذا نشيله في كل مكان ونقول لازم تنجح. إلين ما رحنا اقتصاديا وفكريا واجتماعيا إلى الوضع اللي إحنا فيه الآن حنمر بسبع، ما أبغى أقول عجاف عشان ما حد يقول أسعد متشائم، بقول 7 حتشوفون النفط فيها. إذا كان توقف عند 65 فأنتم محظوظون. أنا ما بقول لك على أرقام تحت هذا الرقم. والسعودية وضعها كيف بيكون في الوقت؟ حيكون وضعها جدا جميل. أنت عندك 4 سنوات وأنت مرتاح، غمض عيونك ما عندك أي مشكلة. لكن هذه 4 سنوات ليس بسبب تخطيط اقتصادي. 4 سنوات غمض عيونك بسبب إرادة إلهية وارزقهم من الثمرات.
افهم الكلمة هذه. دكتور أسعد جوهر، أستاذ اقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا سيد الكريم، تفضلت علينا بلقائك معنا، شكرا جزيلا. الله يكرمك. أهلا. شكرا جزيلا.